مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك زميلتي ساره، ومساء الخير على زميلي احمد، وكل التحيه لجمهور النادي الاهلي. طمنا يا كريم، النهارده كانت اهم تعليمات موسيماني للعيبه ايه؟ وطمنا على رامي ربيعه ورجوع للتدريبات الجماعيه. الحقيقه طبعا يعني نقدر نقول تدريبات مكثفه لفريق النادي الاهلي تحت قياده بيتسو موسيماني، اللي بيحاول بشكل كبير جدا يستفيد من الفتره دي. عارفين طبعا عندنا عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي متواجده في المنتخب، ايضا كمان ديانج ومعلول، عندنا عدد يمكن يصل ل 11 لاعب، لكن النهارده يمكن شفنا بادجي واجا، يعني يمكن كان في ميعاد ان هو يكونوا متواجدين يوم الاربعاء، لكن النهارده متواجدين في تدريب بفريق النادي الاهلي. الحقيقه النهارده كانت جرعه تدريبيه مكثفه جدا، فيها جديه وفيها حماس كبير، يعني بدات في البدايه طبعا بجزء بدني بسيط جدا، لكن كل التدريب النهارده كان تدريب بخططي لفريق النادي الاهلي. الامور اللي اكيد بتسعد كل جمهور النادي الاهلي هي عوده سعد سمير، كمان النهارده شفناه في جزء كبير من التدريبات الجماعيه مع رامي ربيعه اللي بيأدي اداء مميز جدا، ويا رب ان شاء الله بقى الفتره اللي جايه محتاجين كل لعيبه النادي الاهلي. كان عندنا غيابات عديده خلال المرحله الماضيه، لكن تدريجيا بقى مع مرور الايام ان شاء الله باذن الله رامي ربيعه يكون ليه دور كبير في مباراه النهائي اللي هيكون يوم 27 من الشهر الجاري، وايضا كمان سعد سمير باذن الله يخش تدريجيا مع فريق النادي الاهلي. حسين الشحات هو الحقيقه اللي لسه حتى هذه اللحظه مستمر في التاهيل، لكن يعني نسبة الشفاء مهمة جدا، وده اللي بنتكلم عليه على طول مع طبيب النادي الأهلي. أما بيكون نسبة الشفاء عالية ممكن الوقت يكون قليل شوية بالنسبة لي حسين الشحات. يا رب إن شاء الله بإذن الله حسين يكون جاهز خلال المرحلة القادمة، وتحديدا لكن في كريم المباراة كريم النهائية النهاردة. يمكن بالنسبة لحسين احنا عارفين إنه امبارح حسين كان ليه يعني على هامش التمرين للفرقة، كان ليه يعني بعض التمرينات في الجيم، النهاردة برضو استمر على نفس الموضوع ولا دخل بأي شكل من الأشكال مع الفرقة؟ لا، مستمر زميلي احمد حسين في البرنامج التأهيلي في الجيم، وتدريبات خفيفه جدا طبعا مع الجلسات، لكن زي ما بقول لك يعني نسبه الالتئام بالنسبه لي العضله الخلفيه عنده او الفتره اللي جايه ممكن تقل شويه. يمكن الناس بتقول ياخد فتره طويله، لكن يمكن حسين ان شاء الله باذن الله 10 ايام يعني مع حديثنا زي ما بنقول مستمر مع طبيب النادي الاهلي اللي بناخد منه على طول المعلومات باذن الله، يكون في بقى من الجزء التدريجي في التدريبات الجماعيه، لكن النهارده ما شاركش في التدريب الجماعي بشكل كامل. انت عارف في تأني كبير جدا على كل لعيبه النادي الاهلي طبعا. اي حد بيشعر باي الام يعني خلاص بقى يتجنب من التدريبات، لان المرحله اللي جايه محتاجه ان كل اللعيبه تكون جاهزه، كل اللعيبه تكون في التوب فورم بتاعه. يا رب ان شاء الله باذن الله الايام القادمه ممكن زي ما اكدنا قلنا ممكن يكون في مباراه وديه، يمكن ده اللي احنا شايفينه خلال المرحله القادمه. طب كريم خليني اسالك على الكاس، لكن على بادجي واجاي، يعني احنا عارفين طبعا ان هم كانوا في اجازه يمكن 4 ايام تقريبا او 5 ايام، مشاركتهم في التمرين النهارده انت شايف عامله ازاي؟ يعني شايف الناس راجعه بفورمتها بمستواها، ولا حاسس انه الاجازه يمكن الى حد ما ممكن تكون اثرت عليهم؟ لا، يمكن زي ما بقول لك يمكن هما كان محدد ليهم ان هم يكونوا متواجدين يوم الاربعاء، لكن تواجدهم النهارده في التدريبات كانت جرعه تدريبيه كامله ليهم. الحقيقه يمكن ظهروا بشكل طيب جدا، وتحديدا في التقسيمه الاخيره، يمكن بيتسو موسيماني في نهايه المران عمل تقسيمه مطوله، يمكن اجواء التقسيمه كانت شبه مباراه، يعني كنا شايفين موسيل اللي هو المحلل الاداء متواجد كلاينز مان كابتن سامي الناحيه الثانيه، بيتسو موسيماني هو اللي بيحكم التقسيمه، ظهروا بشكل جيد ومميز جدا، واضح الجاهزيه. وممكن انت عارف زميلي احمد زميلتي ساره المرحله اللي جايه محتاجه جهد كبير ومحتاجه تكاتف ومحتاجه تركيز كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. الاهم بقى بالنسبه لنا ان احنا لعيبتنا اللي راجعه من المنتخب يا رب ان شاء الله ترجع بدون اي اصابات وبدون اي حاجه. المرحله اللي جايه مرحله مهمه جدا، يا رب ان شاء الله باذن الله تكمل على خير، وباذن الله ان شاء الله املنا كبير في كل اللعيبه وثقتنا اكبر فيهم باذن الله. البطوله التاسعه يا رب ان شاء الله باذن الله كالعاده تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كريم احمد كنت معانا بعد تمرين النادي الاهلي النهارده.